معي عبر الهاتف من دبي دكتور سامر الجنيدي، أخصائي بأمراض الأطفال. مساء الخير، أهلا بك معنا. كحالات تصلك بعد ما تابعنا شوية تفاصيل بتقرير زميلة منى، دكتور سامر، ما هي أبرز الأعراض، أبرز النتائج السلبية إذا ما استخدمت المضادات الحيوية بكثرة أو من دون استشارة من طبيب للأطفال؟ عم نحكي طبعا. أولا مساء الخير، أهلا وسهلا، الحقيقة لكم للمشاهدين، الحقيقة وبتشكركم كثير لطرحكم لهالموضوع، لأنه أنا بعتبره من أهم المواضيع في الطب بشكل عام وفي طب الأطفال بشكل خاص. الحقيقة لازم نعرف نحن مثل ما تفضلتوا بالتقرير بأنه الجزء الأكبر من أمراض الأطفال هي أمراض فيروسية، والأمراض الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية، لأن المضادات الحيوية هي للأمراض البكتيرية. فنسبة الأمراض الفيروسية تقريبا فوق 70% من الأمراض، بينما تشكل الأمراض البكتيرية أقل من 30%، اللي هي الفيروسية اللي ما بتحتاج مضادات حيوية. بالضبط، مثل الإنفلونزا، مثل حالات الجريب، وفي مجموعة كبيرة من الأمراض الفيروسية مثل الحمى، الفم والقدم واليد، مثل الحصبة الألمانية إلى آخره. فهي الحقيقة أمراض هي الغالبة، فبالتالي إعطاء المضادات الحيوية للمرض الفيروسي عمليا أنت ما عم تعملي شيء غير أنه عم تقتلي البكتيريا المفيدة اللي هي مزروعة بالجهاز الهضمي من أوله لآخره، تكون عم تقتليها. وطبعا هاي البكتيريا المفيدة إلى وظيفك في الفترة الأخيرة كثير، في السنوات العشرة أو الخمسة عشر الأخيرة في تركيز اهتمام كثير كبير حول هالبكتيريا وأهميتها في جسم الإنسان. طيب دكتور سامر، من لما حاجة الطفل لمضاد حيوي إذا ما اعتمدنا على أدوية عادية بالأول، كم يوم معه لا أخده؟ يعني دايما، مش واضح سؤال طبعا، دايما الأهل بخافوا أنه لا، من شدة خوفهم على الولد بدي أعطيه مضاد حيوي، وأوقات كثير بيطلع مش محتاج هو أصلا مضاد حيوي. فينا نأخر صحيح؟ يعني مش ضروري يبنكوا الأهل في فترة معينة بيحتمل الولد فيها عدم أخذ المضاد الحيوي حتى لو كان الدكتور رح يوصف له إياه بعد فترة؟ شوفي، الحقيقة هو الكلام اللي بينطبق كثير على حالات الجريب العادية البسيطة، إنه بعد 3 أيام 4 أيام من الجريب العادي، يعني الجريب اللي بتميز بالرش بشدة الأنف مع السعال مع شوية حرارة. هلا هاي إذا طولت أحيانا وبنسبة كثير ضئيلة قد تؤدي إلى اختلاطات مثل التهاب الأذن الوسطى، مثل التهاب الجيوب. هون بنعطي المضاد الحيوي وقت بتحدث الاختلاطات، وهي الاختلاطات تحدث مثل ما تفضلتي بعد اليوم الثالث أو الرابع من العمر. هلا في بعض الامراض منذ اليوم الاول نحن ممكن نعطي مضاد حيوي اذا لقينا مثلا انه في التهاب لوزات قيحي، وعملنا في شيء اسمه مسحه في البلعوم تطلع نتيجتها خلال 10 دقائق ببين انه هذا الالتهاب فيروسي ولا بكتيري وبنعالج فورا. لكن نعم، كقاعده عامه ما في داعي ابدا نعتبر انه كل ارتفاع بالحراره، يعني انا تجيني احيانا اسئله كثير، دكتور مرتفع حرارته اعطيه مضاد حيوي؟ لا تعطيه. طب دكتور ارتفعت لل 40، حتى لو لل 40 مين قال لك انه الفيروس ما بيرفع الحراره مثل المضاد؟ واحيانا بعض الفيروسات ترفع الحراره اكثر من البكتيريا. عرفتي شلون؟ نعم، بس اوقات يعني بنشوف قديش بتبقى مرتفعه لل 40 على اساسها طبعا بنعطي مخفضات حراره. نعم، واهم شيء انه نشخص، يعني هو التشخيص هو الاساس. الحراره، ارتفاع الحراره هو عرض وليس مرض، هو عرض ل 100 مرض. صحيح، انه نحن نشخص انه شو هو الحاله، هل هي حاله مثلا هلا حالات التهاب المجاري البولي؟ نعم، تقريبا كلياتها بكتيريه، بس التهابات الطرق التنفسية العليا، البلعوم والأنف، وأغلبها فيروسي مثلا. عرفت شلون؟ نعم. فكثير الموضوع يتعلق بحد كثير بالتشخيص. أنا أشكرك جزيلا، أعذرني انتهى وقتنا. دكتور سامر الجنيدي، أخصائي بأمراض الأطفال، شكرا جزيلا لك.